مساء الخير، أنا اسمي جاكلين عادل صادق، أنا أخصائية نفسية معتمدة من وزارة الصحة. عندي 22 سنة خبرة في العلاج النفسي. بدأت علاقتي بالعلاج النفسي وأنا لسه في الكلية قبل التخرج بحوالي سنتين، مع كمتطوعة مع مؤسسة رائدة في علاج الإدمان، وده اداني فرصة ابتدي من وسط العملاء والمرضى قبل التعرف على النظريات والمدارس المختلفة. بعد التخرج اشتغلت في مستشفى تعليمي للصحة النفسية حوالي 9 سنين، اشتغلت حوالي سنتين في وحدة الإدمان و7 سنين في وحدة النفسية. وبعد خبرة المستشفى بدأت شغل مع منظمات دولية بتعمل مشروعات صغيرة للدعم النفسي للفئات مختلفة جوه القاهرة. الخبرة العملية دي المتعددة ادتني فرصة للتعرض لوايد رينج من الاضطرابات النفسية المختلفة. أنا بميل أكتر لاستخدام المدرسة السايكو دايناميك والمدرسة العلاقاتية، اللي هي بتركز على أهمية العلاقات في الصحة النفسية. فاهتمامي بالمدرسة الدينامية والعلاقاتية خدني للاهتمام بالشغل مع الكابلز والأزواج والفاميلي ثيرابي. أنا بعتبر إن دي منطقة مهمة جداً للشغل، لأنه حتى لما بحتاج أساعد عميل أنا ما بعرفش أساعده لوحده، ما هو لو في فرصة إنه يبقى البارتنر بتاعه يبقى موجود يبقى كويس، لو في فرصة إنه الكير جيفر بتاعه موجود، أنا بشوف إن ده بيدي فرصة أوسع لإنه يبقى في انفايرومنت صحية هو بيتعامل فيها. فدي بتدي للعلاج شكل تكاملي، يعني بيبقى مسنود أكتر من إنه يبقى معرض للانتكاسة. وفي الفاميلي ثيرابي أنا بحاول أوصل للأهالي والولاد من خلال ازاي بنقعد مع بعض كلنا ندي فرصه ان احنا نعبر عن الموجود من مشاكل، وازاي من خلال القعده دي بنتعلم طرق التواصل، لانه ان احنا نخلق بيئه صحيه جوه البيت فيها قدره على التواصل وحل المشاكل، لانه ما فيش بيت من غير مشاكل، بس المهم ازاي بنعرف نعبر عن مشاكلنا ونعبر عن مشاعرنا بالشكل المناسب اللي ينفع يساعدنا نوصل لبيئة صحية في البيت. فأنا بشجعك وبشجعكم لو أنتوا عندكم مشاكل أو صراعات داخلية ممكن تكون مش ظاهرة للناس، لأنك شخص فانكشنينج عارف تعمل مجهود كبير قوي عشان ما يبانش عليك التعب، بس في معاناة، خد بالك إن المعاناة دي هتيجي وقت والديفنسز اللي أنت بتستخدمها مش هتساعدك. فالأحسن إن أنت يعني تبقى مهتم بنفسك وإنك شخص مهم تستحق تعيش حياة من غير المعاناة دي. أشجعك وأشجعكم لو في شكل المعاناة اللي أنا قلته ده إنك تاخد خطوة وتيجي تطلب المساعدة، إحنا موجودين هنا لمساعدتك.